وصل بين المقام إلى مرافق الختام، وكما أشرتم في موضوع حلقة حياتي زي حياة أي شخص، يعني ما فيش أي اختلاف ولا في أي توتر في الجانب الحياة. يعني الحضرمي بالذات قصتي زي قصة أي شخص، الحمد لله، إنما أنه أخذ الله البصر بس أعطاني بصيرة الحمد لله، وهي عزيمة وقدرة وإرادة تحديت بها والحمد لله. يعني حصلت أكثر من لقب، يعني كأول مخرج مكفوف في الجمهورية اليمنية من قبل صحيفة سعودية. طبعا بالنسبة للجانب الأخير، طبعا أنه هو في اتفاق بيني أنا والمذيع، أول حاجة أنه أنا بأشر لك هذا الإشارة لكذا، مثلا هذه الإشارة للفاصل، معك فاصل، برفع يدي تدخل على الهواء، برفع السماعة تخرج من الهواء، برفع التلفون مثلا معك اتصال، معك اتصال. أيضا جانب التطبيق موجود، يعني التحدث بين المخرج والمذيع موجودة معنا بالمكسر، فبنا كلمة بكل أريحية. اشتغلت في أكثر من 6 إذاعات، هذه الإذاعة السادسة طبعا. الحمد لله على كل حال، يعني رغم الحرب ورغم حياة المعيشة ورغم الجانب المتدهور في اليمن، ويعني كاد إنك تحصل عمل، إلا إن إحنا الحمد لله ومتحدية صعب يعني بشكل كبير الحمد لله. هبة من الله، شغف. يعني تخيل إنه لو أقول لك إن أنا ولدت أنا والمايك هذا في يوم واحد، هذا هو ولدت أنا والمايك في يوم واحد، وتعلمت من الإذاعة ما تعلمها الغير، يعني وتعلمت من أساتذة كثير. بالنسبة للإخراج هي شغف وموهبة، حتى إن أنا كنت أخرج في البيت وما فيش معي محطة إرسال. يعني رغم النظرات المجتمع القصرة، إلا إنه الإرادة والعزيمة هي التي تثبت قدرة الإنسان في هذا المجتمع، عزيمته قوته تفرض الإنسان وشخصيته وموهبته في هذا المجتمع. فأنا أوجه رسالة لكل إنسان بيحس أنه عاجز ما يستطيع أن يعمل حاجة، أفرض نفسك مهما كان، يعني أفرض نفسك، المجتمع إذا متقبلكش في الأول عاد يتقبلك في الأخير.